شكرا لجريدة نيوز بليس. في الأول اليوم كانت دورة استثنائية وكان جدول أعمال ديالها جوج نقاط اللي هي كان انتخاب اللجان ومشروع ميزانية سير 2022. كيف ما لاحظتوا معنا في الدورة وتغطيتوا الحدات ديال الدورة أن كانت هناك مجموعة من المشاكل ومجموعة من الخروقات القانونية اللي دارها يعني الرئيس والمكتب ديالو في عدد يعني التصويت على اللجان، أنه ما احترمش المواد ديال القانون التنظيمي وحتى في النظام الداخلي، يتجاهل المعارضة، ما نصفش المعارضة، يعني دوز نقاط ديالو رغم انه عنده الاغلبيه، ولكن عنده الاغلبيه في شي امور، ولكن ملي كنوصلوا للامور القانونيه يعني خصو يطبق القانون ديالو.
احنا اللي كيلزمنا راه 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 كنطبقوه في القانون، ولكن هو اليوم ان الدوره ديال جماعه صباح الدوره الاستثنائيه لم تحترم فيها القانون، لم يحترم فيها القانون بصفه نهائيه. يعني كنبغيو يعني طرحنا مجموعه من التساؤلات كان رد، بغينا ناخذ تعقيب، ما خلاناش يعني غفل على ان باب التعقيبات ما يكونش. كانت مسائل اخرى ديال اختيار اللجان اللي ما طبقش فيها وما احترمش فيها النظام الداخلي والقانون التنظيمي على مساله ديال اعطاء المعارضه حقها في 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 في, في, في التمثيل داخل اللجان، رغم ان اللجان يعني حددهم في النظام الداخلي في 4 لجان، ولكن كيف ما كنعرفوا حنايا في الاعراف ديال الجماعات الترابيه ان 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 ان, أن, أن عدد اللجان كينقسم على المجلس كامل، هو لا يعني ما طبقش هذه المساله هذه واختار 4 لجان وطبق يعني ودار مساله ديال خمسه اعضاء في اللجنه، والمجموع كامل ديال نضربوا 5 في 4 كتعطينا 20، يعني 800 الاعضاء ما تمثلوش. اولا وقبل كل شيء كنشكر المنابر الاعلاميه اللي حضرت اليوم، لان صراحه هذا شيء كنا كنفتقدوه في الدورات، ما عرفناش واش السبب ديال التعتيم وما بغاوش المعلومه انها توصل للمواطن. حنا بصفتنا كمواطنين وكفاعلين ديال المجتمع المدني، هذا الرئيس اللي كيطلب منا اننا نكونوا سند ليه واننا نكونوا شركاء في التنميه، كنظن راه غير كيكذب على الراي العام وكيكذب علينا حتى حنا كمجتمع مدني، لان هذا الرئيس عنده جمعيات محسوبه عليه، هذه الجمعيات ما كيمثلوناش حنا كمجتمع مدني، هذه الجمعيات الرؤساء ديالها هما موظفين في الاداره، وملي كيكون شي نشاط على صعيد الاقليم وفي العماله ما كنتوجهوش ما كنتوصلوش حنا بالاستدعاءات باش نحضروا لهذوك الملتقيات ديال المجتمع المدني، كيستدعيوا هذوك الجمعيات اللي محسوبين على الرئيس، علاش؟ حيت هذوك ديما غيبقاو يقولوا العام زين، حنا كمجتمع مدني كنعانيو من كل شيء، الفضاءات ما كاينينش، دار الشباب حديت ولا حرج، ملاعب القرب عندنا ملعب واحد ديال القرب، لو انك تشوفوا الحاله الكارثيه ديالو ما غنقدرش نوصفها لكم، بليس ان الشباب عندنا والاطفال وجميع الفئات العمريه راه الضياع، راه التهميش، ما نهضروش غير في قطاع اللي كيهم الجمعيات، راه قطاع الصحه حديت ولا حرج، لا دخلنا للتعليم، راه المؤسسه التعليميه راه حالات ديالهم كارثيه، راه ما يمكنش الاب انه كيعطي قرعه الميشريه لولده باش يديها مع المدرسه باش يشرب، علاش؟ حيت مدارس عندنا وسط الجماعه ما كتوفرش على ديك الماده الحيويه ديال اللي غنشربوا بها وليداتنا، اما لا دخلتي للمرافق الصحيه وشفتي وعاينتي المؤسسه التعليميه، راه ما غاديش تعطيك تصور انك في مؤسسه تعليميه في المغرب، راه غادي تلقى تصور ديال انك كتشوف مؤسسه تعليميه في افغانستان ولا في شي بلاصه، مرافق صحيه ما عندها بيبان، الروبينيات ما كاينينش، حاله كارثيه. ما نهضروش ملي كتجي وكتطلب منا كمجتمع مدني خاصك انت اول حاجه تجلس معانا مع جميع الجمعيات اللي كاينين في المنطقه وتاخذ بجميع الاراء ديال الجمعيات، ماشي غير بالجمعيات اللي محسوبين عليك، وراهما كل شيء عندنا مسجل، لان اي جمعيه كتمشي باسم جماعه الصباح وكتمثل جماعه الصباح في الاقليم كنعرفوا شكون اللي مشى وكنعرفوا علاش مشى وكنعرفوا الطريقه اللي تم الاقتناء يعني الاختيار ديال الجمعيه ديالو باش يمشي تما. حنا كنقولوها، حنا بغينا المجتمع المدني يكون شريك ديال المجلس. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي نيوز بلس، اكثر من مجرد خبر.